لا باهي، ما واحد ساعة اسمعني شوف، بس انا مش حبيت نقول مساج وصلوا درس باش يكون درس، الناس كلها تغلط والناس كلها تعمل جو، لكن وقت الرسمي رسمي، وقت كوره كوره، وقت زاد تفريت فريت الفوا برد السباس زاد للحياه الخاصه نتاعك. صحيح تري امبورطون باش تعمل ليكيليبر. لا ولا ولا والرياضي هو انسان ومعناه يعيش حياته برا وعادي. نحن مش كيما قبل، كيما توا قبل باش نقول لك بصراحه ما عشناش شبابنا الحقيقه. اونيتي توجور مشدودين بالسيريو بالديسبلين، ما كانتش وصعيب بالوقت انت قبل صعيب. اصعب من دول تو صعبت اكثر، خاطر التونتاسيون تو اكثر. بل اصعب فاش في الخدمه، ما ثماش الوسائل الراحه اللي كانت موجوده تو، والامكانيات تو تطورت، خاطر حتى الكوره تطورت ولا تسرع الكوره، الكوره ولات بلو رابيد تلعب الكوره. قبل كنا ثم قوانين انك تمشي بالكوره الجول واحده هذيك تنقص شويه الريتم قوي نتاع اللعب، الريتم اكثر لي زونتولمون ولا بلو بوسي لي نومبر دونتولمون زاد بوسي برشا. لكن بل زاد كنا نترنيو ترنيو مرتين في الجمع في النهار، ونترنيو كل يوم، وروبو اكتيف موجود، ريفي مسكولير موجود، كل شيء كل شيء كان موجود. لي سوان لي مساج كانت عندنا لازم نعطيو، كان امكانيات عندنا جبل لوست. صحيح جبل لوست ماك تعرف فيه لي سوان اللي تصورهم كل في بالك وقتها. جبل لوست جبل لوست خرج اجيال قبل و بيان سور كان لي مساج ولي مارسودو جيدو تو تو كان موجود راهو. فهمتني؟ لكن او نيفو دو ريتم الكوره تحسن توا بصراحه، الكوره وامكانيات الماديه توا تحسنت ياسر على قبل، مش كيما جوار توا الفال ناش قداش كيما توا ملياردوات. قبل كانت بريم نتاع 5000 كنا و2500 كانوا فرحانين فرحانين وشيخين ستيرابيل ليبوك الزمن الجميل. فهمت تعرف حاجه راهي تدخل الفلوس في بلاصه القيم والواحد تخرج من الشباك شبدا في بالك. صحيح وزاد باش ما نظلموش الجيل هذايا توا نتاع الملعبية سيدي علي، وانت قريب لهم توا نبداو نحكيو على المواليد معناها يستحقوا باش فيهم برشا ولاد نظاف وباهيين ومتربيين ثم عقلية باهية وثم نظافة وثم خدمة نظيفة، لكن نقصنا في برشا حاجات، نقصنا في التكوين، التكوين نقص ما عادش التكوين. نحن جمعيات تحمسوا ليا زاد بيان سور، مش الفيدراسيون تحمسوا ليا، التكوين راهو في على باس في الانديه، على باس في الانديه وفي في الماس ما فين البغبش غاديك التكوين. لا تو التكوين ولا فين؟ في الليليت البيراميد مقلوب في البلاد، مفروض العكس. مفروض العكس بيراميد هكا هو لنا لازم يكون التكوين مش الفوق. والفيدراسيون في الاعوام الاخرى بالجائحه هذيا خذات برشا على هيكلها التكوين. صحيح فهمتي، ولي سونتر حلو تعرف حلينا سونتر جديد في في عندراهم. صحيح المواليد 2008 و2007 ولعبوا فيه في المنافسات النهائيه مع بطوله شبان. شبان لعبناهم في الاخرانيه تجربه جديده نتاع الجائحه، كانت بطوله مصغره اللي هي تنحات توا مع الاجتماع الاخير سي وديع والمدير الفني. البطولات المصغره انتهت في جميع البطولات يعني ما عادش هذه صغيره، الناس كلها تلعب بطوله كامله، باش ترجع بطوله كامله وباش تعدى ان شاء الله على المكتب الجامعي البروجرام تاع لي جون باش تعدى نهار الخميس غدوه يمكن. فهمتني غدوه نعرفوا بعض التفاصيل الجديده ان شاء الله ونظام البطوله وكل شيء. صغير باش يعطي البروجرام للراي العام والصحافه فهمتني. هو سي صغير زويده رئيس معناها المدير مدير الفني مدير وطني فني، فما خدمه كبيره قاعده تخدم في والله معناها حاسس هذايا يولي اهميه كبيره للتكوين شبان ولاعاده الهيكله نتاع شبان في الريفورماسيون والفورماسيون فهمتني. في الرسك الجديده نتاع الكره التونسيه قاعدين باش تولي السكرتيريال يعني اكثر منها جهويه باش يقسم يعني المناطق مناطق فهمتني مناطق كبيره. فما افكار جديده افكار معنا. جديده ثم شامبيونان جديد فيه حتى طلوع ورهبوط هذه مثالش نقولها هذه افون جو افون جو باش كان وافق عليها مقترح المكتب الجامعي مقترح من السيودي قاعد يخدم في خدمه كبيره. الرجل هذا بعيد على الاعلام بعيد ما يتكلمش ياسر رغم الحملات التشكيك اللي صارت فيه في المده الاخيره بصراحه تامه، هو والاعضاء نتاعو والمستشارين قاعد يخدم يعطي صحه بعيد على الاضواء ان شاء الله تتحسن الامور ان شاء الله. ما تنساش حاجه اللي عندنا دي سونتر ناسيونو في صفاقس بور سدريه الناس الكل تعرفوا
سونتر نتاع دراهم، فهمتي ولا؟ وان شاء الله يرجعوا لي سونتر ريجونو، ان شاء الله يرجعوا فهمتي ولا، وتكمل الخدمه على احسن. زاد بروجرام نتاع الفوتبول فيمينا اللي قاعد زاد، تنساوش اللي مازالوا كي انجاجيو توا لي دو تروا ما البيرو فيدرال السيدة العميري في كوم مستشارة في الفوتبول في ميناء، باش البروموسيون تاع الفوتبول في ميناء ماشي زادة باش نطوروه. لا لا ماشي متطور. عندنا زادة 2008 قاعدين نحضروا فيهم توا، في دراهم موجودين ممتاز في ستاج، هذا لازم الناس زادة تعرف، ورا مصاريف كبيرة وكبيرة صح. جدا نحضروا زادة في السليكسيون سكولير، هذا اللي باش تمشي تلعب دور الكوب دافريك في القاهرة في سكولير في شهر اكتوبر ظهر لي، فهمتي ولا؟ ما تنساش زاد عندنا بطولات نتاع كوبا راب الشهر هذايا للفريق توا نتاع 2006 قاعد يخدم مع كمال سعاده، نحضروا توا عنده هذا تروازيام ستاج في ظرف شهر، ماشي البطوله العربيه في الجزائر، فهمتي ولا؟ عندنا زاد الفريق الاولمبي داخل دون دو جور دو جور، ماهر كنزاري والطاقم الفني نتاعو باش يدخل الستاج تحضير زوز مباريات، فهمتي، باش نلعبوا يكون مع صفاقس لو 17، وقاعد يحضر في التصفيات نتاع كاس فريق كاس فريق اللي هي مؤهله اولا وبعد باريس 24 اللي حب السواديه حب يجيبها لتونس، كان في بالك انت خويا عبيد في بالي، لكن ذولي ما لقاش السوتيان الكبير. هنقول انا معلومه ما يسالش، هنقول انا ونعفيك ايه؟ منها وزاره الشباب والرياضه ما ردتش الى يومنا هذا على المقترح والمطلب اللي جاء من الجامعه التونسيه لكره القدم. الجامعه حاطت الوزاره علما انه عندنا النيه للتنظيم، لازم الوزاره كان عليها انه تتبنى الطلب نتاع تونس وبعد نقصدوا ربي الكاف. علاش قلت لي ما تخليها نيه يعني؟ علاش؟ لا كان فيها حرج انت. لا ما فيهاش حرج. صحيحه المعلومه. علاش؟ انا لهنا اول حاجه اخويا عبيد، انا نحب مصلحه الكره التونسيه. فهمتي ولا؟ اي ما عندناش احنا خلاف مع حتى حد. ما ليه وحتى كان عندي خلاف مارف. انا يلزمني انا نمثل الجامعه لهنا كمستشار، نمثل الجامعه صحيحه المعلومه، ونتكلم المعلومه صحيحه، وبعثنا باش نحبوا السواديه حب يعمل في تونس لكن تنظيم الايفنتروا في تونس، الايفنتروا في تونس باش تكون عندنا حظوظ اكثر طبعا. فهمتي ولا؟ ما لقيناش تجربه. حنسلك هنا ديتاي صغير سيدي علي الكعبي، زاد انا سمعت في الكواليس انه هاو علاش الوزاره ما ردتش، هاو يقولوا هاو علاش ما رديناش، وهاو علاش بلوز وموا جهلناه الطلب هذاك، يقولوا الخاطر الفيدراسيون تاع الفوت طلبت 5 ولا 6 مليارات. معناها اعتمادات لتهيئه الامور التنظيميه وكذا. انا شوف باش نعطيك حاجة، أنت في بالك الجامعة التونسية لكرة القدم، باش نقولها لك ما نعرفش في بالك بها ولا، حبت تاخذ على 10 سنين زويتن باش تكريه وتستغله للمنتخبات الوطنية. تعرف حاجة اللي المنتخب، أي منتخب يدخل في تربص ندفعوا ب3-4 ملايين باش لهنا في تونس كراية نتاع الملاعب للمنتخبات نتاعنا الكبار كيما الصغار باش تلعب مباراة، زاد كيف ندفعوا للبلدية، هذا حق من حقوق منتخب وطني. منتخب وطني، نعم منتخب وطني، ونخلصوا في بعض الأحيان والله بكل صدق منهم مرة العون باش نلعب مباراة ضد موريتانيا، حبها حتى الشاك يكون سيرتيفي. أي خلنا في التفاصيل توا الاداريه والواحد والماليه، خلي الناس تفهم هذا ما مش لو مع البلديه. لا لا اما باش نحكيو للعراقيل موجوده. هو تو صحيح دوله القانون وحنا نحترموا القانون والاجراءات، لكن المفروض انه منتخب وطني زاد تكون عنده تسهيلات لانه يمثل الدوله، لانه هو في حد ذاته مؤسسات الدوله، وجه من وجوه الدولة، معناها الدولة تستثمر في المنتخبات الوطنية. في بعض الأحيان الناس اللي تخدم في الجامعة تشيطن، ناس تشيطنوا فيهم. يعني يقولش عليهم دي بيرسون انكراتا. ذولي أنا غدوة تصير مشكل، إذا كنت حرب أوكرانيا يمكن زاد الجامعة هي سبب فيها. أي معناها يعني كانوا فما خلافات صارت. في الأسامي، ثم ناس براكي كان على الجامعة، أنا من الناس اللي كان عندي رأي وكان عندي يحد قبل ما ندخل الجامعة. صحيح ما نكذبش عليك، حتى راي مخالف حتى راي مخالف اما بكل احترام وبكل وحده، ما شنطنش الناس، ما نجبدش اعراض الناس. رايك وكا هو وراي نقوله، وعندي عيط لي سواديه قلت رايي وقلت له في وجهه،
ويعرف رأيي، والغدوة كلمتي نقولها من طبل حتى واحد ومش مستحد راني أنا باش غدوة رأيي نتنازل على رأيي، رأيي ديما نقوله الغدوة البعض غدوة، لكن كي نخدم مع ناس لازم نحترم المقامات طبعا، نحترم الشخص هذا اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة. ودخلت شفت حاجات غريبة، راهو ناس ما تعرفش اللي نعملوا في تير سانك اتوال، ما يعرفوش اللي قاعدين نعمل في سنتر مودرن الترا مودرن سينتيفيك ميديكال ريشيرش سينتيفيك في الجامعة. الإدارة اللي عندنا ما ثماش في برشا وزارات الإدارة نتاع الجامعة كوم إدارة، إدارة من الأموال الذاتية نتاع الجامعة، من الذاتية نتاع الجامعة. الجامعة كي تعرف أنت قبل المجلس الوديع والمكتب الجامعي الأول والثاني كانت في مسالة في 8 من الردويتي كيرك والجامعة تنضبه في 60 مليار من النتائج الرياضية. نحن ترشحنا الكوب دي موند مرتين مع سواديا، تقول لي ترشحنا مرتين تقول لي لا التاريخ يحط لك ترشح، ما يحطلكش كيفاش ترشحت هكا ولا ترشحت استاجات اغوغو الخدمة اغوغو سيفري او نيفو جون، ما كانتش النتائج كما نحبوا نحن في الافريك لي زمنا برشا خدمة باش نوصل لافريك، خاطر لافريك زادا راهم يجنسوا عندهم برشا ملاعبية لبرا، عندهم ملاعبية يلعبوا في دي سونتر كبار، لكن ماشيين على الدرب الصحيح في النساء نتاعنا زاد كيف كيف قاعدين نخدموا بعدك الوقفة صارت وقفة كبيرة يا عبيد فهمتني ولا سنوات ان شاء الله ان شاء الله رجع. انا عجبني منتخب الكرة النسائية اللي فما نواة جديدة قاعدة تكون من ملاعبية محترفات لبرا، وصل لي عندك فوق 17 18 ما محترفة وذاك باش يجيبوا باش يجيبوا محترفين اخرين هما بيدهم يزيدوا يتطوروا وان شاء الله الشامبيونات يتحسن. نحن نشوفوا وضعنا في الكوره، يقول لك والله وضعنا انا بيدي متاثر كذا مشاكل، مشاكل شنية مشاكل التوخير نتاع البطوله تاخرت شويه نسبيا، علاش من المشاكل اللي صايره في الكره التونسيه الملاعب نتاعنا على قدها، الملاعب تحملها الجامعه ما تحملهاش الجامعه، زاد ثم اراده سياسيه مش موجوده في البلاد للرياضه التونسيه بصفه عامه، ما نحكوش حتى كره القدم. احنا جبتنا مثال سيد علي الكعبي، مثال صغير انه الدوله حابه تنظم كاس افريقيا هذه، وزاد اللوم لهنا الاعلام لانه الاعلام زاد ما دزش في الاتجاه هذايا، لا مش حتى من بعد كي تنحات من الاول نحسوا الناس ونحسوا المسؤولين انه راهو هذه دوره مهمه جدا كانت نجم تصير في تونس، الاو 23 هذوما كان نجم يخلط عليهم حنا باع المجبري عمر الرقيق ونزيدوهم علي يوسف تونكتي الملاعبيه تبارك الله هذوما نتاع الاولمبي زديه مو اصحابهم، كنا نجموا حضورنا راهو من 2004 مش ناش نلعبوا اولمبيه راهو من 2004 مهدي خويا باش نقول لك حاجه، والله الناس اللي في الفيدراسيون تخدم في خدمه على اعلى مستوى، تشوف الريكروتمون تعرف عندنا خليه كامله في فرنسا مكلف بهم اسمه محمد سليم بن عثمان ويخدم في خدمه والجوالات اللي جابهم ونيفو جون في السينيور، وكشفت انت ما شفته انت زي الدين ساسي تبارك الله زوز متر وك زين وك لاعب وك الوحده لاحسن جمعيه تونس تو تجري في جرته لاعب غانغون فرنسي زين الدين ساسي ما شاء الله عليه ما شاء الله ماشي اكبر ماشي فريق كبير في تونس في الثنية. عندنا جوارات اخرين على مستوى مالكوم عندنا كريم العابدي ما جاش يلعب في المانيا ما حبوش سايبوه خاطر عمل بريبراسيون مع الفريق الاول كابر، يعني ثم كراستو الالماني على مستوى كريم العابدي وفما بشير يعقوب وفما موناكو نتاع 2002 هذه نتاع ماهر من اعز الجنرسيونات اللي موجود حتى اللي يلعبوا في تونس كلهم سينيور كيما 2003 او 2004 كلهم يلعبوا سينيور. على الاشكال اللي صار شويه في البطوله العربيه ولا خاطر جوارات كلهم لعبوا سينيور والبطوله العربيه جات مش في وقتها للناس ملاعبيتنا خارجين من البطوله ولاعبين الاكثريه نتاعهم سينيور في الليتوال وفي الكلوب وفي الاسبيرانس وفي صفاقس فهمتني، يعني جينيرست كبار عندنا. انا اول ما جيت خسرت سواديه قلت له 2003 هذه وقتها ما عنديش انترنور في لي سي سبورتيف 2003 و 2004 مع ناجح ومع امين نفاتي ومير كانزاري، قلت لهم هذا قلت له سي وديع هذا من 2003 سيرا الميير جينيراسيون باش تصير بعد الجروب اللي يلعب توا في السينيور او نيفو دي تالون اللي موجودين، لكن يلزمهم ماشي يلزمهم الخدمه يلزمهم اللهوه يلزمهم الانديه كيفاش تستحفظ على ملاعبيه خاطر الانديه زاده جزء مهم في تكوين اللاعب الانديه شنو تقول لي الانديه هما الساس خاطر انت في المنتخب تاخذوا تربص نتاع جمعه ولا نتاع جمعه 10 ايام وتمشي لكن ترافاي دو فون
يتعمل في الـ في الـ في الـ في جمعيات عبيد خويا، فهمتني، في العقليه، في المتابعه، في حياته الخاصه. يزم الجوار يكون زاد هو مغروم يحب يوصل. نحن من الاشكال اللي صار شويه ما بين ليوناف اللي هزيناه في تونس والبطوله العربيه هذه، ثم شويه العقليه تبدلت، مش كما جوار كان يلعب جونيور ولا يلعب سبور كما يلعب سينيور. تتغير العقلية ولا يخزر روحه شوية هكا، يزم تصرفاته، يزم يعرف كيفاش واحد يوزن روحه، يوزن صحيته، يزم شكون وراه يلقنوا كل شيء. خاطر كيجيني أنا 10 أيام مدرب ولا أنا كونسي نشدوا أي يوسف ولا فلان ولا فلان محمود غربال هكا هكا هكا، لكن ديما في الجمعية تكون الأساس في الجمعيات. بالضبط، هذاك علاش قلت لك الليلية الكبيرة كل في الجمعية. بالنسبة لنا احنا التكوين يزم يرجع للقاعدة. باه، مهم جدا الكلام هذا، وشفتوا معناها الشبان ومنتخبات الفئات السنية هذوما نتاع الشبان نجموا نعملوا عليهم حصة يوميا، راهو نجموا نحكيو كل يوم، نجموا ساعات وساعات سورتو في التكوين. التكوين في التكوين عندنا برشا غلط، عندنا يلزم جمعيات تحترم القانون، تجيب اسم، تجيب مدير فني للشبان على المستوى. فما جمعيات ما عندهمش، ما عندهم جمله واحده ولا على الورق ولا يجي يعملوا له كونترات وبعد باش يغطي في الامام. ما هو شرط انه لازم يكون عنده. توا ثم تغييرات جايه في الاداره الفنيه في الموضوع هذا، يلزم بريباراتور في الليجان يكون على مستوى ابار دوز ثلاثه جمعيات، راهو كلهم غير بريباراتور تقريبا. انترنور دي جارديان زاد، علاش توا يقولوا نقص في لي جارديان يا خويا؟ خاطر زاد راهم ثماش ترافاي سبيسيفيك دي جارديان، لازم تكوين المدربين. رغم الاداره الفنيه قاعدين نعملوا كل عام بريسك نيفو ا ونيفو دو في لي ستاج، لكن سبارتيك شطارهم لي زونترنور يخرجوا يخدموا في ليبيا، يخرجوا للسعوديه، يخرجوا للمغرب، فهمتني؟ توا ولات الخروج اللي يخرجوا اكثر من اللي يخرجوا. لازم نعاودوا توا نفكروا كيفاش نستقطبوهم. هذا يلزم جمعيات تخدم، يلزم جمعيات تخدم، ويلزم لهنا تغيير زاده. نقول لك تشريع قوانين لازم نغيروا، ما تنجمش راك تسير كره تونسيه بقوانين نتاع 64 و65 و66 ولا حتى نتاع 80 ولا 90. لازم نخرجوا يا ولدي، لازم نخرجوا من الرقعه اللي قاعدين فيها. كيفاش تسير بقوانين باليه يا ولدي؟ لازم الاحتراف، راهو هذا اللي راهو مش احتراف في تونس، راهو نكذبوا على بعضنا، راهو مش احتراف، لابد باش نقيموا الاحتراف. وطارق ذياب جاي هاك العام وعمل لك انت فكر برنامج وباش نوصلوا لمجلس النواب ونجي ونغيروا هالجمعيات. يا خويا انا نجي شهري جمعيات 100 مليون والجمعيات فالسه، انت تحب تعطي 100 مليون اعطي، انت حر على روحك اخويا، نعطيه انا اخويا الحريه باش يدبر راسه، والتكوين والفلوس يمشيوا للصغار ويمشيوا للهوات، هكاك ترجع التكوين في الماس خويا عبيد. لكن الكبار خويا الدوله ما عادش تعطي للكبايريه بصراحه، لازم نقولها باش تغشوا يكون مني. عندهم مواردهم، نعمل قوانين، اعمل مشاريعك، لا عطيه خليه يعمل مشاريع ترجي والافريقي والجمعيات الاخرى، عطيهم يعملوا مشاريع اخويا، واعمل قرار شروط تمشي مع الوضع نتاعنا الاقتصادي في تونس. ما جيش نحن سميك 600,000 ولا وجوار يضرب 800 ولا 500، هما صح عليهم حق من حقهم، لكن نشرعوا قوانين جديده. فما ملاعبين فوق المليار في العام هنا في تونس، اللي هي المعادله فيها اختلال، ما فيهاش توازن جمله بين حاجيات الدوله ووضعها الاقتصادي. رئيس الجمهوريه ما يخدمش في البلاد خويا، شبيك نحن؟ انا ماذا بينا ناخذ اولادنا فلوسنا، لكن شرع قوانين جديده خويا، نكونوا عندنا الجراه باش نحسنوا البنية التحتية نتاعنا، نعملوا قوانين جديدة، نخلص لامبو واموري واضحة، نعمل وتلة كما عملت الترجي، ونعمل مشاريع أخرى وشركات كما عاملين كي الأوروب. اش بيه نحب نتقدموا؟ اش بيه كل ما نبدأ وبدينا بالاحتراف، أي مسار السيدي غلطنا نصلحه ونمشيوا لقدام، مش نقعدوا اوكي جمعية كل فارسة اخويا. لك تشوف حتى حد ما عادش يحب يجي يشد جمعية، لازم نقولوا الحقائق. فما عزوف، عزوف تام، حد ما عادش يجي شوف السيابي وما دراك، شوف السفاقسي وما دراك ورجال الاعمال نتاعها، تو ما جا حتى حد. نجم الساحلي شوف شنو صار فيه، كان مستي عثمان جنيح انقذ الفريق. انقذ الفريق بارك الله فيه، والعائله نتاع ادريس والناس كلها دخلت وتلمت العائله نتاع الوحده، وقتها كان شرف الدين هز الحمل زاد ما نساوش. طبعا شوف سي حمدي ايش لعب خديكا، شوف النادي الفريقي يوسف العلمي زاد ولا اللخطات، وتو ممنوع من الانتدابات، وصرفت الفلوس الكلوب افريكان على
وجمهورها فلوس هكاك باش يخلصوا شعطات فلوس. ثم جوالات اللي ما لعبوش حتى دقيقه، ما يعرفوهمش في البارك، ما شافوهمش. فين ماشيين؟ نقول لك تعرفوا المثل، ثم برنامج اسمه فين ماشيين تاع امال حداد، امال حياه فين ماشيين؟ يفو ريتيلو مراجية هادي. مش نحكيه على التكوين ونحكيه على الوحدة والنتائج، تين النتائج وانا والناس كلها تبقبق، الناس كلها تبقبق. ما نحكيش على الجمعيات باش تضمحل كيما الجي اس كا، ولا ما نحكيش على جمعيتي مساكن نعانيو ميزانية ب 300 مليون شي بكي، ولا الرلوي قروان جمعيات كبار ولا الكاف اللي تقريبا انتصر جديدة الترجي والفريقي الكاف راهي جماعة عريقة جدا. نفيق على وضعنا، لازم البنية التحتية يا سي عبيد فيني ويني، لين نتعاركوا لين نعملوا في المشاكل لين نضربوا على الكراسي. وضعنا ماشي، وضعنا التجاري ماشي، الاقتصادي ماشي، كل شيء ماشي. نفيقوا على البلاد هذية، على الأقل احنا هزوا هم الوطن هذية، هزوا همه، ما تكذبوش على العباد، هزوا همه. انتم رجال الأعمال الكبار والناس الكبار تهز همه الوطن سيح. بعد شيخهم وعطاكم وراتكم عندكم الفلوس، هزوا همه الوطن. ما قالولوش شنو هي الوطنيه؟ الوطنيه ضربان الحنكه، الوطنيه توا تقف مع تونس وقتها احتاج ولادها في الميادين كلها. راهو نحكي فتره صعيبه هي توا على كل مستويات تقريبا. احنا نحكيو على الرياضه سيدي علي الكعبي، هذه الرياضه زاد نتيجه لكل تراكمات اللي تحكي عليها، الوضع الاقتصادي هذا. ما عندناش ملعب ربي باهي، لا وانا كي نسمع انه المنتخب التونسي ناخذ عليه فلوس باش يتدرب، والله عندي توا نص ساعه من اللي قلتها لي وانا قاعد نحسب فيها كيفاش نحب نستوعب. البلديه تخدم على روحها، في فرنسا غادي يقولوا لمبابي وبنزيما يخلصونا باش تدربوا. خوي اش عملنا نعملوا نحن؟ التيران تاعنا واقف خديقة، مازال ما تصلحش خاطر قاعد دلوتيل يكمل، قاعدين نعملوا في اوتيل 5 اتوال في مقر الجامعة، في مقر الجامعة، وعندنا دو تيران باش نصلحوهم. ما مبجل نكمل البنية التحتية وبعد ندور التيرانات. نقول فيك مش نذموا في البلدية ولا في الوزارة الشباب والرياضة اللي تابعتها رادس ولا في المنزة، هذه حقائق حق من حقوقهم باش ياخذوا، لكن ياسر فلوس مصاريف كبيره. توا النزل نتاع الجامعه في ان شاء الله في الفتره القادمه في السنوات القليله القادمه، هو معناتها ان شاء الله في اقرب وقت يكون موجود في اقرب وقت ان شاء الله قبل، باش يجنب زاد قبل قداش مثلا؟ هو 2024 هكا وقت ذول اللي قبل، قبل شويه ان شاء الله عام اخر يبدا حاضر. ربي سهل، ربي سهل. هذا زاد يجنب بعد الجامعه برشا مصاريف، المنتخبات الوطنيه كل تولي تقيم غادي، كلها تولي خديقه ومصاريف كبيره. نقول لك مصاريف فوق المليارديرات، فوق مليارديرات كبار زاد. كي تشوف التربصات في 5 اتوال في المورادي ولا في عند راهم، والكيران خاطر مش ديما الكيران، ساعات بعض الاحيان زوز كيران تخدم، نكريو الكيران بيان سور طبعا، شهري المدربين، شهري المكونين في الوحده، الماكله صحيح. عن السي سبورتيف ومصاريف، وعندك عند راهم مصاريف، عندك صفاقس ومصاريف، عندك السونتر بورصدريه، بورصدريه ماكله وشراب ولبسه ووحده وكل شيء. انت حتى تبش في الديوان يجي ما يدخلش، ثم تبش ماك في بالكم به، يعني الازمه الكبيره اللي صارت. يعني انا ما ندخلش في التفاصيل، لكن امور معقده، ثم بلوكاج ما بين اي سلطة الاشراف والجامعة. احنا تو نقولوا احنا تو السنة خاصة مش مازال لنا احنا 3 شهور كاس عالم، تو كيما نقولوا صلاتوا عن النبي، تو خليونا تو نركزوا مع المنتخب التونسي، ومفروض الدولة هي أول معناها جهة سلطة الاشراف هي تقف مع المنتخب، وبلاش مزيد حتى حد، معناها هذا واجب عليهم من زاد يقف مع المنتخب. وبعد لا قدر الله فما خلافات فما مشاكل، ولا المنتخب أنت شفته عبيد خويا بعد ترشحه خدمنا وعملنا دو ماتش، كان دورة رائعة جدا، وعملنا دورة في اليابان وجواريتنا قاعدة تلعب تشوف في تفرج فيه وهبي تبارك الله كونتر تروا ريتي اكسترودينير في موبلي، الياس من احسن ملاعبيه صخيري، علي العابدي اول ماتش كابيتان وجدد دايما كونتر ميتس وربح واحد بشيء،
ملاعبيتنا كل برا. يوسف في احسن حالته وحاط في قلبه النمس باش يعمل كوب دي موند بعد الكوب دي موند اللي ما مشاش فهمت ولا ان شاء الله الشامبيونات تبدا في اقرب وقت فهمت ولا بالفورميل الفورميل اللي مهما كان نستناو من هنا ان شاء الله نتمنى الجو كله يتحسن ينقص شويه ضرب على الجامعه واحنا خاصه مصلحه المنتخب زاد شوف انا هو اللي ياكل ضرب اللي يخدم واللي يخدم راهو لازم باش يغلط ما ثماش ما يقولوش ملايكه راه الجامعه ومشى لهنا لهنا حتى حد ملاك معناها صحيح كل انسان واللي يخدم راهو يغلط طبعا كل انسان معرض لخطا احنا شنو في وقت ما خفنا شويه لا المنتخب التونسي يدفع هكا الثمن نتاعك لبعض المشاحنات اللي صارت وحكايه الفيفا حكايه كذا لانه الموضوع زاد خرج حتى في العالم حتى في وسائل الاعلام ولا تتحدث على اقصاء تونس وانسان معناه لا لا يسمع كلام كيما هكا رجع الرشد هذول للمسؤولين تاعنا علاش قلت لك انا تو مازالوا ثلاثة شهور نقول لك حاجه حاجه باهي انه التونسيون طاحت الحمد لله اسمعني باش نقول لك انا حاجه باش نحكيها لهنا والمناطق كيما نقولوها وفي الاثناء حضر لنا وسام حويج عبد الحليم خلي سيدي علي هكا يستمتع شوي تفضل تو شوي ونخرج فاصل قلبي ما تخبي علي هذيك احنا قاعدين سبونتاني نحكي وراه في الكوره وكا هو اسمعني ايوه شوف مره انا في المرسى وانا وبنتي ومدام وولد بنتي وراجل بنتي راهو سي كمال قديش قعدت نحكي معاه غير خلفيه وزير الرياضه اي توا ما عندهاش الحكايه في مي يمكن ولا جوان وحكيت معاه وقلت له ايش بدنا كل شيء حاجه في بلاصتها مفروض تكون سند للجامعه سي فري صارت اخطاء يكون قبل فهمت ولا ثم تصير حاجات تصير سوء تفاهم على الجمعيه الفلانيه ولا الفلانيه ولا يعني مفروض مصلحه تونس فوق كل اعتبار شنو كان والله يردوا باهي فهمتي ولا لكن الكلام والافعال مش كي بعضها الحقيقه فهمتي ولا راجل محترم ونحترمه لكن المفروض يقف مع الجامعه توا في كاس العالم فهمتي ولا وريد السيد الرئيس كي ترشحنا قبل الفريق وكان مسرور فهمتني لابعد الحدود بالنجاح هذا الحمد لله ولا. الحمد لله وان شاء الله نمشيو لقطر وتحضيرات تكون في المستوى ان شاء الله أنا والجامعه مش مقصره في اي حاجه نعرف وانا ما نتصورش انه زاد سيد الوزير او اي مسؤول في الدوله ما يحبش المنتخب نتاعو ناجح الحمد لله انه توا كما قلت انت هكا تونسيون طاحت شويه خلينا نعيشوا هكا الحلمه في كاس العالم تصوروا منتخبنا يروح دور ثاني ولا دور ثالث عليه ماهيش راهو ماهيش حاجه مستحيله ما بينا بعد توا المهمه صعيبه خلينا نقفوا مع بعضنا بعد قداش 45 سنه من 78 توا المفروض توا نخموا عاد زيمتور الحقيقه عنا كيب عنا كيب حلوه عنا ستاف حلو مدرب تونسي 100% ستاف كامل تونسي ما خلوش بربي ستاف هذاك من جابوا ما جابوا سوى دير ستاف هذاك ما نعطيوه كل واحد حقه انا مش باش نلام سوى دير لما نقول الحق حتى حد ما خمم على هو حتى حد ما خمم على القادري الا سيودي راهن على جلال القادري ونجح فيه انا قلتها قبل جابوا هو ما جابوش في جيراني جابوا اجواء منين خرجوا منين خرجوا خرجوا من قدام 100 واحد صحيح وجابوا ودوسيات اجانب وكلا لاعبين يقترحوا وكذا وزاد تحياتنا لسيمون في بالك ما كلاه حتى بونتو توا جلال القادري الوقت الحاضر ها طبيعه في بالك طبيعه الارقام مخسر حتى ماتش لي شيفر من ترامب با الارقام ما كلاه حتى بونتو مخسر حتى ماتش مخسر حتى وربي باقي ستر ان شاء الله ما يكمل لك هيك هاي عبد الحليم وبعد نرجعوا نحكيو على البطوله العربيه هذه خلينا نحكيو شويه